مع أن ارتفاع الثلوج لم يتخطى 10 سنتيمترات هنا عند ساحة وردي في أعالي كفردبيان، إلا أن لكثيرين هوايات ليس بالضرورة أن تكون تزلج الذي يحتاج لسماكة أكبر. تزحلق سيارات عند ساحة المدرج، ومواطنون اشتاقوا للثلج الذي بالكاد زارهم لمرة العام الماضي. نجرب الجيب اخدين طلع بده دواليب لاني بوزه قبل. هواية الأوفرود على الطرق الجبلية حيث الثلج والوحول ينتظرها عشاق هذه الرياضة بشوق، وإن كانت لا تخلو أبدا من المخاطرة. ننطر الثلج مناطرة، تعال نروح نشوف نطلع بالجيبات وننبسط بالحياة. عائلات بدورها قصدت الجبال بمجرد سماعها أن الجنرال الأبيض بسط وشاحه. حلوة سنة الماضي ما طلع لنا ثلج، السنة عبكير. لا إن شاء الله خير، بداية حلوة إن شاء الله كمل هيك الشتوية، يعني ننتظر الموسم من سنة لسنة لنلعب هيك ثلج ويلعبوا الأولاد كثير، لأنه من السنة الماضية اشتقنا ما كان في ثلج، وهلأ الأولاد مكيفين وشغلة رائعة. مدارج التزلج في كفردبيان تنتظر، تستعد لتعويض عام لم تفتح خلاله سوى يومين فقط، والجميع يستبشر خيرا. ودرجات التزلج بحاجة بالقليلة لمتر بعد نمشيها، بس نحن بهالفترة بهالكمية الثلج اللي اجت، يعني هذه خطوة مبشرة، خطوة ربانية مبشرة، لأنه بالسنين اللي كان يجي فيها ثلج منيح بالسنين الماضية القديمة كان على طول يجي شتي كتير تروي الأرض يرجع يجي الثلج على مراحل. الثلوج تساقطت على ارتفاع 1700 متر في الشمال فيما ظلت عند سقف 1900 متر في جبل لبنان. ثلوج غطت جبل المكمل في الشمال والنيطرة وصنين في جبل لبنان وصولا حتى جبل الشيخ. طريقان فقط قطعتا بالثلوج، عينات الأرز وعيون السمان حدث بعلبك. هذا ما تركه لنا المنخفض الجوي ميشا الذي ستتجدد مفاعيله عصر الثلاثاء ليومين مع أمطار غزيرة وثلوج ستصل هذه المرة إلى 1600 متر.